عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أمسى على كل جميع أهل غزة. اسمي ميربة محمد سعيد جندية، رافقة لابني مصطفى هنا يد جندية، وصلت على النبي. راح يوم جمعة بده يشتري دجاج مشوي، يعني كل جمعة إنه في أكل للدجاج مشوي، وله أبوه حكى له بدك على الشجعية، أنا الناس يعني ببيع الأكل. راحوا لو وصل القصر، فكان ما بدنا نطلع من بيته لو قصر البيت تبعنا، هما قصف للجامع بس هي قصف اجت على بيتنا احنا، وبيتنا انهدم والحمد لله. يعني ابني الكبير ربنا سلمه كان طالع على الجامع، ابني الكبير يوم جمعة هسه، وبنتي الصغيرة كانت راح على السوق في الشارع، ابوه والولد وهذا كان لسه بدنا نطلع من البيت، انهدم بيتنا. ابني تحت الأنقاض لقينا مصطفى، يعني وجهه محروق، الشظى كله بإيدي وإيدي، يعني هو يعني من أعداد الشهداء. والحمد لله ودنا على الشفاء، قعدنا ساعتين حولونا على الأوروبي. الحدث هذا في 10/10 أول الأحداث، خدونا على الأوروبي، قعدنا هم بقولوا بده ملاحظات، ضل 15 يوم وهو تحت العناية يفتح ويغمض، يعني ما عرفش حدا. وبعد كده يا خال اللي هو ايش، بعد 15/11 ابني صحصح، بعد ما صحصح العين الشمال ما بشوفش النور، راس من هنا هذه جنجمة هذا كله كده، يعني كله مشوه وجهه. والحمد لله 3 شهور قعدنا في الأوروبي، وصارت يعني تحويلات وهذا، حولونا على العريش. من حمد المولى يعني العريش أعطونا يعني جزء من الشغل تبعهم ما شاء الله، وهي ابني عمل العملية حطوا له من هنا يعني زي عملية تجميل يعني. وهذا في نفس الأرض. أيوة، وراس من هنا يعني عدم كان الأول أعوج كثير. والحمد لله أنا جيت في أول لحظة. أهل زوجي أهلي وكل ما نجحوا إشي برفاح إشي بدير البلاء. ابني الكبير لسه حاليا لسه بغزة، ونفسي يجينه أشوفه أكثر من 3 شهور، يعني إنا قديش إحنا بالحار ما شفتوش بالمرة، أنا ما كلمهوش بالمرة، فيش بيقول عن غزة إيه. أنا ولدين بنت معايا، ابني الكبير 25 سنة اسمه أيمن، وبنتي الصغيرة خصها الثامن اسمها نور الهدى، وابني هذا مصطفى. أصعب شيء يعني أنا شفت ابنه بس بعديها ما شفتش حاجة، الحمد لله يعني الشجاعية كلها على الأرض، كل الأسواق وكل هذا كله على الأرض، الجوامع ما ضلش ولا إشي، يعني غزة نافية فيش فيها. والحمد لله من صبرنا ربنا حينصر إن شاء الله بإذن واحد.